السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي. إن شاء الله نكمل بإذن الله الأساسيات في مادة الكيمياء، ودي الحلقة رقم 8 من أساسيات الكيمياء. أساسيات الكيمياء ده هنبدأ إن شاء الله النهاردة بإذن الله ازاي نوزن معادلة. طبعا في ناس طالبة نكمل اساسيات الكيمياء لان عاوزين يدخلوا علمي، وكلمة عايزين يدخلوا علمي يعني عايزين يفهموا كيمياء بجد خلاص. فبنبدأ النهاردة ازاي نوزن معادلة، يبقى العنوان اسمه وزن المعادلات. طبعا عامل حلقات على القناة بتاعتي مصطفى رجب خبير العلوم في الكيمياء، وحلقات كاملة ومراجعات كتير على وزن المعادلات، بس هنقولها برضو بطريقة ابسط شوية وبسهولة. عشان اقدر اوزن معادلة لازم في اساسيات نكون عارفينها، والاساسيات دي عملناها برضو في الحلقات اللي فاتت. يعني ايه اساسيات؟ يعني لازم في بعض الصيغ الكيميائية اكون عارف، دي نمرة واحد. نمرة اتنين لازم اعرف، شوفوا بقى كده الكلام هيجيب بعضه ازاي، الاحماض اللي عندي في الكيمياء اتقسمت من ناحية وحدية القاعدية ولا ثنائية القاعدية ولا ثلاثية القاعدية. ركزوا بقى كده، الأحماض اهي دي في أولى سنة في الترم الأول، يعني بتوع تلت إعدادي السنة دي اللي داخلين أولى سنة وإن شاء الله في الكيمياء في الترم الأول في أولى ثانوي، الجزء اللي أنا ده بشرحه سواء وزن معادلة أو، والكلام ده هيفيد برضو تلت سنة بالمناسبة، يعني تلت سنة ووزن المعادلات مهم عندهم قوي، وانا عملت معاهم الفترة اللي فاتت ديت اكتر من 60 معادلة او 70 معادلة موزونة. خلاص تانية سنة وان شاء الله هجمع لكم المعادلات كلها اللي في المنهج، ترم اول لوحده وترم تاني لوحده معادلات موزونة، لان دي بصراحة اللي يعني بنقول بتقسم ظهر البعير، يعني بنقعد نحفظ ونيجي نكتب معادلة نقوم واقفين. فطبعا كيمياء يعني معادلات، احياء يعني رسم، فيزياء يعني علاقات فيزيائية وبيانية وافهم وحدات القياس وأدوات القياس. إذا في أساسيات في التلات فروع من أول أولى إعدادي لغاية تالتة سنة، ودي الحتة دي برضه عايزكم تفهموها كويس. شوفوا أنا لسه بقول وزن المعادلات، إيه اللي دخلنا في الأحماض؟ ليه؟ لأن معظم التفاعلات فيها حمض كبريتيك، في حمض هيدروكلوريك، في حمض كربونيك، في المعادلات نفسها. يعني المعادلات لما اجي اوزنها لازم اكون عارف الحمض اللي قدامي ده ايه، احادي ولا ثنائي ولا ثلاثي، وهي تفرق تفرق. ادي حاجه. الحاجه الثانيه في وزن المعادلات لازم اعرف ان في غازات نشطه، شوفوا الكلام بيجيب بعضه ازاي، غازات نشطه يعني ايه، تتكون من ذرتين، لو عملتها في المعادله بتتكون من ذره واحده بتاخد في المعادله صفر على طول كده يا مستر، صفر. الحاجه الثالثه السهم عليه حرارة ومركب واحد، الكلام ده هنعمله الوقت، سهم اهو وعليه حرارة وفي مركب واحد، يبقى ده تفاعل اسمه انحلال بالحرارة. طيب حرارة على السهم وفيه مركبين في المواد المتفاعلة، مش انحلال بالحرارة، تفاعل عادي ايا كان نوعه بقى غير الانحلال بالحرارة خلاص، ولكن الحرارة تنشيطية بتنشط التفاعل. نرجع لكلامنا كده بسرعة، قلنا لابد من وجود غازات تتكون من ذرتين، هي طبيعتها كده O2 Cl2 N2 خلاص، الليست دي كتبتها لكم قبل كده بالمناسبة، واللي عاوز يراجع فيديوهات موجودة يا جماعة كتير على القناة مصطفى رجب خبير العلوم، بقولها لكم دي تاني مرة في الفيديو ده، نراجعها نجيبها خلاص، وارتب لكم الأجزاء بتاع الترم الأول لوحدها والترم الثاني لوحده والاساسيات لوحدها، عشان برضه نمسك كل ماده كده، ولما نراجع اساسيات كيمياء نمسك الكيمياء كلها بقى، ما احنا عايزين نبقى شاطرين خلاص. طيب تعالوا بقى الاحماض، عشان الوقت كده في احاديه القاعديه، وقبل ما اعرفها بصوا المنظر HCl، هو ده احاد القاعديه؟ وانت حافظ وتكتب كده يا مستر وخلاص؟ لا طبعا، حينما تتأين تعرفه، حينما تتأين أو تتفكك في الماء تعطي بروتون واحد، هو ده التعريف؟ ده تعريف أحادية القاعدية.
ما احنا عايزين نمسك ورقة وقلم، احنا قلنا الحفظ مطلوب بس نفهم الأول، نفهم الأول ونحفظ بقى ونثبت المعلومة في دماغنا. طيب اتش ان او 3 حمض النيتريك، طب انت عرفت ان ده حمض النيتريك ازاي؟ طب ما انا مش عارف. انت حافظه؟ لا مش حافظه. امال عرفته ازاي؟ فيه هيدروجين يعني حمض، بداية التعريف. الأحماض هي ما تبدأ ب اتش. طيب في مجموعة نترات يبقى حمض النيتريك، خلاص حمض لأنه بادئ ب اتش. في سي ال يبقى حمض الهيدروكلوريك، خلاص. وحد القاعدية ليه؟ لأنه حينما يتأين يعطي بروتون واحد. طب ما تيجي نطبق القاعدة هنا بقى في ثنائي القاعدي، ثنائي القاعدية. ثنائي القاعدية أعرفه إزاي ولا اشتغل إزاي؟ عندي أدى الحمض، طب حد بقى يعرفه لي كده منكم؟ ها؟ ده حمض إيه؟ سامع ناس بيقولوا حمض كبريتيك، صح؟ لأن حمض ما يبدأ بـ H. كبريتيك يعني في مجموعة الكبريتات، خلاص. حينما يتأين يعطي 2 بروتون. خلصانة، ما هو ده التعريف يا جماعة. حينما يتفكك أو يتأين في الماء يعطي 2 بروتون أو 2 هيدروجين. في أحماض تانية ثنائية، حمض الكربونيك H2 CO3 حينما يتأين يعطي 2 بروتون، كلام جميل. طيب تعالى بقى في تالت واحد، يبقى الوقت هنا ثنائي القاعدي. ثنائي القاعدي يعني ايه؟ حينما يتأين يعطي 2 بروتون، خلاص. يبقى دي الأحماض ثنائية الايه؟ القاعدي. يبقى أنا عندي أحادية القاعدية، في ثنائية القاعدية، ثلاثية القاعدية. ثلاثية القاعدي، ده انت خرجت خالص عن وزن المعادلات. لا ده اساس وزن المعادلات، لان انا هوزن لكم 3 4 معادلات موجوده رسمي في الكتاب، وهنبدا نعمل شويه امثله خارجيه مش خارج الكتاب، لا بعيد عن الامثله اللي عاملها في الوزن، ولكن بتجي لي معادلات لازم اعرف احلها واعرف ان هي بتتوزن ازاي بناء على احاد القاعديه، ثنائي القاعديه، ثلاثيه القاعديه الاحماض. ثلاثية القاعدية يعني إيه؟ يعني حينما تتفكك تعطي 3 بروتون أو هيدروجين. طب من هنا بقى حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك هو الكلام ده صح ولا إيه؟ عينه كده 3 بروتون، يبقى ديت جزء مسكناه إيه؟ بإيدينا كده في الأول. الجزء الثاني المعادلات اللي علينا التلاتة، هما 3 رسمي في أولى ثانوي بالنص كده 3، وهم هم متاخدين من أولى إعدادي بس بنوضحهم أكتر في أولى ثانوي شوية. هم هم التلاتة يعني بنشرحهم في أولى ثانوي وفي أولى إعدادي بالنص كيف يتم وزن المعادلة. طب ال3 معادلات المشهورين قوي هنجيب طبعا في لسه في الكتاب بتاع أولى ثانوي إزاي توزن المعادلة، ده من الترم الأول، هنشوف كتاب الترم الاول واجيب لكم 6 7 معادلات كده اهو، سايب لي اماكن فاضيه كده بالارقام بالمعاملات، يعني بيقول لي اوزنها بالحدائق. طيب قبل ما نبدا بقى في وزن المعادلات في الصفحه الثانيه، عاوزين نعمل ايه هنا؟ انا عاوز اكسيد الالومنيوم، بيتهيألي يا مستر زهقنا منه. انا ما عايزكم تزهقوا من حاجه، اما تزهقوا من حاجه هتكتبوها كويس جدا كده بالطريقه ديت وهتبقى كويس. ازاي؟ نبدأ نفكر فيها كده بالراحة مع بعض. طيب حاجة زي ديت هنوزنها ازاي وهنشتغل فيها ازاي؟ اولا معادلة بتيجي بيقول لي ازاي توزن هذه المعادلة، خلاص، لتكوين اكسيد الالومنيوم. طب اكسيد الالومنيوم اساسا رمزه ايه؟ ما لازم يكون معروف. اكسيد الالومنيوم Al، اكسيد يعني O. طب ما بالراحة بقى كده، الالومنيوم اساله كده انت في سنه ايه؟ في حاجه اسمها، انت بتهزر يا مستر؟ اهزر، ايه المشكله؟ حد يقول عندنا حاجه؟ هو الالومنيوم ده انت في سنه ايه؟ يعني تكافؤك ايه؟ التكافؤ بتاعك ايه؟ ثلاثي، اتفضل يا استاذ. الاكسجين التكافؤ بتاعه ايه؟ ثنائي. زهقنا منها؟ انا عايزك تزهق وعايزك تزهقي منها، خلاص هتبقي استاذه في الكيمياء، ازهق انت منها بس وازهق منها بس. ايه اللي تو اسري، خلاص اهو ده اكسيد الالومنيوم. طب اشمعنى اكسيد الالومنيوم؟ هنشوف دلوقتي وزن المعادله هبدا لكم بيها. طب تاني حاجه وزن الميه ايه؟ انتوا عارفين اصل مركب الميه اكسيد هيدروجين، وده اصل الميه. يعني ممكن في اعدادي يقول لي اكتب
رمز او الصيغه الكيميائيه بتاع اكسيد الهيدروجين، ما يقوليش اللي هو المي ويشوفني اعمله صح ولا لا. هو هيطلع المي، هو بتاع ميه فعلا، تركيبه المي هيدروجين يعني اتش، اكسيد يعني اكسجين، هيدروجين واحد، اكسجين يعني ايه ثنائي. ها نبص هنا كده ونبص هنا، ايه اللي بيحصل؟ هيدروجين تحتيه اتنين، اكسجين تحتيه ايه واحد. خلاص كلام جميل، ده تركيبه الميه. اه تركيبه الميه. طيب الحاجه الثالثه، لازم اكون عارف تركيبه النشادر، مهمه جدا النشادر. اه اصل دي كلمه ملهاش صيغه كيميائيه، نقعد نعمل دي احادي وثنائي ودي عكسي بعضها، ولا النشادر ان اتش 3 لازم اكون عارفها. اه مشكله وبس. بالمره بقى كده المجموعه الذريه الوحيده الموجبه في الكيمياء لغايه ما تخلص الجامعه، النشادر اللي هي الامونيوم ان اتش 4. وخد بالك دي المجموعه الذريه الوحيده الموجبه، مجموعه ذريه موجبه اه اسمها الامونيوم، اسمها الامونيوم. خلاص كده تعالوا بقى نبدا شغلنا. امال احنا كنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنمهد الامور. تعالوا بقى العنوان زن المعادله، ده عنوان السؤال. زين المعادلة اه لتكوين أكسيد الألمونيوم من مكوناته، بس كده. اه لو حب يساعدني هيقول مكوناته ايه؟ أكسجين وألمونيوم، أكسجين وألمونيوم. خلاص كده ده السؤال. تعالوا بقى خطوات وزن المعادلة. الناس اللي عايزه تبدا من الاول خالص في وزن المعادله، خلصنا سته ابتدائي ورايحين اولى اعدادي، وزن المعادله دي عندنا. خلصنا ثالثه اعدادي ورايحين اولى ثانوي، وزن المعادله ديت وخطواتها، وخطواتها مكرره علينا. الخطوات كالاتي، عارفين اي معادله زي ما شرحت لكم في بدايه اساسيات الكيمياء؟ تتكون من مواد متفاعله، مواد ناتجه من التفاعل من الأول خالص أهو، ألف باء تاء لغاية الياء. تاني في سهم بيتكتب على شرط المعادلة، طب ما فيش شروط معادلة خلاص ما تكتبش خلاص. في الغالب معظم المعادلات اللي بتجيبها لي بيبقى فيها شرط معين، خاصة في تالتة سنة. الفترة الجاية في خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله هحاول كل باب أطلع لكم المعادلات بتاعته، يعني أنا لسه مخلص لكم تالتة سنة وبكلم تالتة سنة والوقت. انا الباب الثاني بفضل من ربنا عملت لكم المعادلات بتاعتها كلها وشرحتها بالتفصيل ونزلتها لكم في ثلاث حلقات متتاليه. يا ريت اللي عاوز يفهم كيمياء واي معادله فيها، لان دي كانت طلبات بعض زمايلكم او زميلاتكم. خلاص فطبعا عملتها في ثلاث حلقات. التجارب برضو ركزتها لكم برضو بمخططات كده سهله وجميله، بس في بعض الناس لغايه دلوقتي ما دخلوش ولا بصوا. خلاص نبدا نشوف بقى وزن المعادله عشان ما نضيعش الموضوع. لتكوين اكسيد الالومنيوم ده الناتج، لانه بيقول لي وزن المعادله الناتج اكسيد اكتبه بالعربي، هو ده المفروض. اه اكسيد الالومنيوم اكتبه بالعربي، اكتبه بالعربي. المكونات هو ساعدني فيها، الومنيوم بالعربي، واوعى تعكس عشان ما تضيعش نفسك، وهنا ايه اكسجين. يا استاذ ده انت كاتب لي اللي هو كاتبه فوق، ايه المشكله؟ انا كاتب، هو عندنا في الكتاب اصلا بيقول لي تكتب المعادله باللغه العربيه. خطوات دي في اولى ثانوي، وحتى كمان في كتاب الكيمياء بتاع المدرسه. خطوات وزن المعادله، الكلام اللي بقوله لكم الوقت، تكتب المعادله باللغه العربيه. اللغه العربيه مهمه؟ اه يا استاذ ده احنا بنكتب المعادلات بالانجليزي او باللاتيني. اه طب تعالى بقى كده نفك شفره الناتج. تخيل معايا وتخيلي معايا ان سيادتك او سيادتك مش عارفه رمز اكسيد الالومنيوم، ده مصيبه خلاص السؤال ابو درجتين راح. اكسيد الالومنيوم اه Al2O3، تخيل او تخيلي انك انت كاتباها بدايتها غلط، يبقى كل حاجه غلط. ادي نقطه السهم اهو. الاكسجين تخيل او تخيلي ان حد فيكم كتب لي او، اللهم ده رمز الاكسجين يا استاذ، وانت هتغلطنا؟ لا مش هغلطكم، ده بالعكس
ده لما اعملها اهو كده اهو، ها والالومنيوم اهو، شوفوا بقى الشيطان هيخلي البني ادم يعمل ايه. والله يا استاذ ده رمز الالومنيوم احنا حافظينه كده، وده رمز الاكسجين يا استاذ والله احنا حافظينه كده، واحنا الحمد لله فاكرين ان الاستاذ او الاستاذه بتاعتنا محفظانا اكسيد الالومنيوم ايه اللي تو او 3. شوف اللي هيحصل بقى، انا اعمل لكم المعادله دي الغلط في الاول بس ظاهرها صح. بصوا المنظر ده كده، طالب او طالبه يقوم عامل لي 3 هنا، الثلاثه هنا اكسجين وهنا 2 الومنيوم صفر. شوف انا عملت ايه على المعادله، ها انا اللي كاتبها، بس انا قلت لكم ايه، انا همشي بطريقه سهله زي اللي انتوا الناس بتعمل بيها، وتحلف بالله ويحلف بالله انا وزن المعادله صح. وزن المعادله ايه يا استاذ؟ مش مجموع النواتج، لازم يساوي مجموع المتفاعلات. فعلا 3 اكسجين هنا و3 اكسجين هنا، 2 الومنيوم هنا و2 الومنيوم. والله انت يا استاذ اللي ما انتش واخد بالك بقى، انت اللي عايز تغلطنا. لا طبعا ده غلط خالص بجميع المقاييس. ليه؟ لان القاعده اللي قلناها ان في غازات ناشطه يا جماعه لابد ان تتواجد في صوره ايه، جزيء. طب حلها ايه يا استاذ؟ انا برضو هتجاهل بقى اللي انا عملتها غلط، هقول لكم تتحل ازاي. الومنيوم Al2O3 يبقى ده الحل الصح ان شاء الله. ها سهم هنا O2، قبل ما اشوف انا هعمل ايه، انا امن على شغلي هنا الومنيوم. طيب المنظر بقى قدام افكر ازاي في وزن المعادله. نقول الطريقه العلميه اللي المفروض نفكر فيها بالراحه، الالومنيوم كفلز مش فارقه معاه. يعني ايه مش فارقه معاه؟ يعني ما بصش هنا 2 ولا 3 ولا 5، انا هحط رقم قدامه هنا واخلص. طيب المشكله عندي ان الاكسجين على اليمين، انت عقدت الدنيا يا استاذ لما حطيت لي الاكسجين O2 هنا، لان هنا 3. طب ايه الحل يا استاذ؟ طب الفرد ده ما نعمله زوجي ازاي؟ ما هنقوم ضربين هنا 2، يبقى نضرب النواتج في المعامل 2، نضرب النواتج في المعامل 2، اكتبوها بايديكم. ضربنا النواتج في 2، يبقى 2 في 3 بكام؟ 6. على 2 يبقى هنا ايه؟ 3. خلاص وزن الاكسجين بقى كده زي الفل. اتاكد 2 في 3 بكام؟ 6. 3 في 2 بكام؟ 6. خلاص احنا قلنا الالومنيوم ملوش مشكله خالص. لما نخلص الحوار ما بين الاكسجين واكسيد الالومنيوم، الالومنيوم هشوف العدد الكلي بتاعه كام بقى، 2 في 2 بكام؟ ب4. خلاص المعادله كده تمام، واقول لكم شكرا انتوا كده فاهمين كيمياء. مش كده وبس، ده هتبقوا متاسسين في الكيمياء ان شاء الله. ادي المعادله الاولانيه الرسمي اللي موجوده في المناهج. طب يا استاذ هات لي معادله تانية. المعادله الثانيه اللي موجوده اساسا في الكتب عندنا في المناهج، بيقول لي ايه؟ زين المعادلة، ده العنوان عشان ما اقعدوش اكتبه في كل سطر. زين المعادلة لتكوين النشادر من مكوناته. عاوز يريحني هيقوم كاتب لي بين قوسين المكونات. خلاص النشادر احنا عارفين رمزها اول NH3، خلاص NH3 يبقى مكوناته ايه؟ نيتروجين NH3، يبقى يكتب لي هنا اهو مكوناته هيدروجين ونيتروجين. طب انا شطبت ليه عن النيتروجين في الاول؟ لان ده الترتيب الطبيعي. لو انت هتالف يا استاذ، لا ما بالفش، ما هو اللي بيكتب لك السؤال عامل حسابه ان عشان تعرف تظبط المعادله. طب ما تيجي نكتبها بالعربي يلا عشان الوقت. النشادر على اليمين، سهم مكوناته الهيدروجين وقال لي ايه؟ نيتروجين. نبص بقى كده الحته اللي انا بركز عليها ومش عايزكم برضو تغلطوا فيها. خدوا بالكم انا جايب لكم المعادلات الرسميه اللي موجوده، هنقول ده ما بجيبش معادلات رسميه، لا بتيجي وموجوده. النشادر NH3 فين يا استاذ؟ انا جبتها منين؟ انت حافظها؟ مش انت بتقول لها ما تحفظوش؟ لا ده انا قلت لكم دي اساسيه لازم تتحط في الدماغ لان ملهاش استنتاج. النشادر NH3 المكونات هيدروجين زائد نيتروجين. شوفوا المصيبة والطمة الكبرى بقى، لو احنا مش عارفين القاعدة اللي قلناها ايه هي، ان في غازات لابد ان تتواجد في صورة جزيئات.
اعملها لكم غلط الاول وبعد كده نعمل الصح. شوفهم انا عامل عليها غلط اهي قبل ما نحلها. المنظر ده بقى لو انا مش مركز في المتفاعلات، انا اشوف النيتروجين هتقول لي والله يا استاذ النيتروجين موزونه الحمد لله ريحونا، طيب التانيه 3 هيدروجين والله يا استاذ موزون، ونحلف. ده الطلبه الشاطرين كمان مش اللي يعني ما يمسكوش كتاب، لا النيتروجين ان وهنا موزونه اه، والتلاته انا حطيتها هنا خلاص طبعا غلط وستين الف غلط. يلا حد يطلع لي الغلط اللي فيها، ما هو ده النظام الجديد، النظام الجديد اعرف وافهم. طيب يلا هنعمل ايه؟ ده احنا هنا مرزقين باتنين من الغازات اللي لازم يتواجدوا في صورة ايه؟ جزيء. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لازم سيادتك وسيادتك تكتبي ان تو زائد اتش تو، لازم ده اجباري، واكتب لي الناتج هنا زي ما هو ان اتش 3. والحوار يبدأ كالآتي: النيتروجين مفيش مشكلة معايا، هو صح هنا فردي وهنا مزدوج، المشكلة والطمة الكبرى ان دي 3 ودي 2. يعني يا استاذ هنعملها زي اللي فاتت؟ اه بص كده هنضرب ان هو في 2، الاتنين في 3 ب6، على الاتنين فيها 3، انا مركز على الهيدروجين. طب بص للنيتروجين كده يتوازن اوتوماتيك خلاص، هنا 2 نيتروجين وهنا ايه ان 2 خلاص اتوازن. طب الهيدروجين الاتنين في 3 ب6 بعدها تانية اهو، على الاتنين فيها 3، يبقى كده معادلة جميلة واتوزنت وبقت زي الفل. المعادلة التالتة اللي معمولة رسمي عندنا في المنهج: زين المعادلة لتكوين الماء من مكوناته. خدوا بالكم هي معادلات سهلة بس فيها تكات لازم تتفهم، التكات دي لو ما اتعملتش يبقى ما كتبناش معادلات. يبقى الماء من مكوناته، وافتح القوس كده عشان اساعدكم شوية، او اللي بيكتب لك السؤال بيساعدكم. الماء من مكوناته موجود من اكسجين ومين؟ زائد هيدروجين، هي ده مكونات المية. خلاص عارفين الكلام ده يا جماعة. طيب نطبق القانون، هو في قانون؟ اه، اكتب المعادلة باللغة العربية، نكتبها مية اهي وهنا اكسجين مكتوب اهي عشان الوقت بس. ها نترجم يلا، المية H2O لازم اكون عارف، اكسجين O، هيدروجين H. شوف انا بكتبها لكم في الاول ازاي، بس انا بعمل زي اي طالب ممكن مش واخد باله، مش ان هو فاشل ولا مش فاهم ولا ممكن ما يكونش واخد باله. اه احنا حافظين في الكتاب ان الاكسجين O والهيدروجين H والنيتروجين N والصوديوم N ايه، ما خلاص ورقة وقلم بقى وقاعدين بنحفظ، ما هي دي مطلوبة تتحفظ، دي ما فيهاش فهم، دي مطلوبة فعلا ورقة وقلم. ويوم ما قلت لكم التكافؤات قلت يا جماعة في عناصر أحادية نحفظها بورقة وقلم، ثنائية نحفظها بورقة، وزي المجموعات الذرية. يعني الأو اتش ما تقوليش أحادي ليه؟ معلش أنا ممكن أجاوب لك إجابة بس مش مقنعة أوي لأنها بتتحد مع ذرة الصوديوم واحدة، لكن عشان الاتش بتاعتها أحادي والأكسجين ثنائي عملناها أحادي؟ لا. مجموعة الكربونات ثنائية ليه؟ ممكن إجابة برضه بس بعيد عن المنطق بتاعنا. ثنائية ليه؟ لأنها بتتحد مع 2 صوديوم. لأنها يعني جايب حاجات ثوابت، إحنا عارفين، إحنا عارفين إن الصوديوم أحادي. الكربونات ما بتطلبش إلا 2 صوديوم، ما تنفعش تتحد مع إيه؟ ذرة الصوديوم واحدة. طيب تعالوا بقى كده نبص هنا. المنطق والمنظر اللي عطوهولي الأكسجين متزن يمين وشمال. يبقى أنا أقوم حاطط هنا 2. يا أستاذ والله صح وإن عملتها لي غلط بقى يبقى أنت بتغلطني. أهو. الكلام ده طبعا كلام فاضي برضو، بعيدها تاني، تكرار بيعلم الشطار. الرواية التانية باطلة اللي انتوا عارفينها خلاص، فعلا التكرار مهم وحلو، وده اللي بوصي بيه المدرسين سواء استاذ او استاذة. معلش تعالوا على نفسكم شوية، طالب عايز حاجة عيدها له مرة واثنين وثلاثة مش عيب. خلاص بصوا بقى المنظر تاني، ها ماذا افعل؟ الخطأ الأولاني إن لازم إيه؟ أأمن نفسي كيمياء، ما هو ده التأمين الكيمياء، إن الأكسجين في صورة جزيء والهيدروجين في صورة إيه؟ جزيء. خلاص خلصانة، نبدأ بقى شغلنا. أولاً الهيدروجين متزن، شوفوا الطريقة اللي هتحصل هنا. الهيدروجين فعلاً متزن ولكن الأكسجين هو اللي مش متزن. طب الحل إيه؟ بصوا كده هضرب هنا في 2،
فاتزن الأكسجين في الطرفين. شوف اللفظ بقى اللي أنا أقوله لكم، ولكن اختل اتزان الهيدروجين، مع أن الهيدروجين كان متزن ومزاجه زي الفل. أنا لما حطيت هنا اتنين الأكسجين اللي اتزن. طب الهيدروجين اختل توازنه؟ آه بسيطة يا جماعة، هنحط هنا اتنين. خلاص آخر حاجة في حلقة النهاردة هنجيب معادلة غير دي خالص. ليه؟ عشان نطبق عليها معلومة. ايه هي المعلومة؟ بيقول لي وضح، السؤال ده موجود في جميع المراحل لغاية تالتة سنة، وضح بالمعادلات تفاعل كربونات صوديوم مع حمض الهيدرو كلوريك المخفف. موجودة في، شوفهم من تالتة اعدادي لغاية تالتة سنة، تالتة اعدادي علوم وساينس، وموجودة في اولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، ومعادلة مهمة لأحد الأسباب الآتية، إن هي الناتج بتاعها بيطلع تلات نواتج. دي معلومة المفروض ما كنتش قلتها الوقت. طب تعالوا يلا بقى كده، طب ما تيجي نشوف الصيغة الكيميائية كده قبل ما نكتب المعادلة. هو مطلوب مني كده؟ طبعا، امال هتكتب المعادلة ازاي؟ الصوديوم بصوا كده، ها صوديوم، ما احنا بنقول الاساسيات، ما بنشرحش حتة كده بسرعة وجري واقلب وخلص وخلصنا الموضوع. كربونات CO3، يا صوديوم انت التكافؤ بتاعك ايه؟ لو سيادته هيرد عليا، هيرد بالمعلومات اللي في دماغي، ما المعلومات اللي في دماغي هي اللي بترد مش الصوديوم. يا صوديوم انت نظامك ايه؟ بيقول لي تكافؤ احادي، لان ان ايه 11، ما انت بتحفظنا اهو. لا ده بثبت المعلومه في دماغنا، لان احنا بنقول بنشتغل جميع المراحل، يعني لسه ناس بادئه، ناس خلاص اتظبطت، ناس خلاص بقت شاطره، ناس خلاص فاهمه انا بقول ايه. خلاص يبقى الصوديوم احادي، ان الصوديوم ان ايه 11 2 8 1 يميل لفقد واحد الكترون، اذا هو احادي. مجموعة الكربونات ثنائية، اعمل المستطيل المحترم اللي بنعمله. Na2CO3، طيب مع حمض مين؟ هيدروكلوريك مخف. اتفقنا حمض في الكيمياء يعني ايه؟ H. هيدروكلوريك يعني حمض، يعني ايه؟ الكلور. هيدرو يعني هيدروجين، كلور يعني Cl. احادي واحادي خلاص مش مستاهله نعملها، بس ما فيش مشكله عشان ما زلنا برضو ايه بندرب نفسنا. يبقى الناتج النهائي ايه؟ HCl. اخبارك يا حمض الهيدروكلوريك؟ بيقول لي انا احادي القاعديه، احادي القاعديه، هو اللي بيرد برضو. بيقول لي انا احادي القاعديه. طيب الكربونات ثنائيه عرفت منين؟ ان واخده اتنين ايه؟ صوديوم. خدوا بالكم المقدمه دي مهمه جدا عشان ما نيجي نكتب المعادله مع بعض الوقت. نبدأ كتابة المعادلة؟ وده آخر حاجة النهاردة إن شاء الله. نبدأ بقى كربونات Na2CO3. النصيحة برضو الكيميائية المهمة، إن سيادتك وسيادتك ما تحطش الحمض اللي بعد الزائد. ليه يا أستاذ؟ لأن دايما السهم بيبقى قبل الحمض، ضايل أو كونسنتريشن. طيب نبص للأحاد القاعدية والثنائي القاعدية. طب الكربونات ثنائية يبقى لازم احط هنا اتنين. خلاص كده يعتبر كده المعادلة تكسير وتجميع، ما عادش لها في الوزن حاجة. لكن انا وزنت المعادلة لما حطيت اتنين. طبعا ما هو ده المشكلة، انا بقولها تاني وتالت ورابع وليس عيب في المدرس او المدرسة. ما نقعدش نكتب معادلة نكون حافظينها والنواتج نطلعها ونقول لك في الاخر بقى ايه، اضرب هنا في اتنين وفي الاخر اضرب في ستة واضرب في تلاتة. لا، معادلات ما تعملش معاها كده. كسر بقى كده اتنين ان ايه ومجموعة ايه كربونات، ها اتنين اتش. يعني طالب او طالبة تقول طب احنا بنكسر، لان كسر يا حبيبي، ما هو ده تعريف التفاعل الكيميائي. ايه هو تعريف التفاعل الكيميائي؟ كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. تالتة اعدادي واولى ثانوي واولى اعدادي الكلام ده موجود فعلي، فعل مفيش هزار. قلب الكتب وشوف، ما انا بديك خلاصة الكتب، خلاصة المناهج اللي عندك دي، بريحك من التأليف في الكتب. خلاص يبقى انت ما تيجي تخش وتذاكر يبقى انت بتعرف بتعمل ايه. حاجة زي دي قابلتك؟ ده انا فاهمها وبعرف اعملها. خلاص سهلت لك الامور.
تعالوا بقى بالراحة كده. دايما الصوديوم موجب والكربونات سالبة، الهيدروجين موجب والكلور ايه سالب. طالب هيقول لي انت حطيت سالب سالب على الكربونات لانها ثنائيه ولانها مجموعه ذريه ولانها اشارتها سالبه. قلنا المجموعات الذريه كلها ايه، حد يقول لي سالبه ما عدا الامونيوم. الامونيوم ان اتش 4 الموجبه الوحيده وموجبه واحاديه كمان. تعالوا بقى يلا كده عشان الوقت، ادي الصوديوم ها اتفضل يا استاذ، ادي 2 كلور، يبقى 2 ان اي سي ال عامل مشترك. الناس اللي بتزعل من عامل مشترك، قلنا الرياضه معلش توأم هي والكيمياء والفيزياء، معلش راضين اراضينا او ابينا موجوده ومطلوبه ولازم نفهم. تعالوا بقى زائد ها، بص الهيدروجين من اولى اعدادي واحنا بنعلمهم المعادله دي. ليه؟ الهيدروجين عامل مختزل قوي، سينتزع ذره اكسجين من الكربونات. ينتزع اه، هو عاوزها عشان يكون ميه، بس الملحوظه اللي بقولها دايما وقلتها كذا مره في الاساسيات وفي شرح الايه الكيمياء، ان انا لما انزع اكسجينه بريح الكربونات. يعني ايه بريحها؟ الكربونات سي او 3، لاحظوا كده لما انزع منها ذره اكسجين ايه اللي هيحصل؟ بقى ثاني اكسيد كربون. هيتصاعد ولا مش هيتصاعد؟ اه هيتصاعد، ومبسوط او طلع اللي هو ايه في صوره غاز ثاني اكسيد الكربون. خلاص يبقى طلع لي ثاني اكسيد كربون تمام، زائد ايه اللي باقي؟ H2O. H2O خلاص كده اهو، يبقى ده ايه الميه وده غاز ثاني اكسيد ايه الكربون. عرفنا معادله مكرره فعلا ثالثه ثانوي في الباب الثاني، موجوده عندكم في الباب الثاني، وعملتها لكم ضمن 30 40 معادله في الباب الثاني، موجوده ثالثه اعدادي، موجوده في اولى ثانوي كيمياء، ثانيه ثانوي كيمياء. خلاص يبقى دي من المعادلات الشهيرة والمعادلات الايه المهمة جدا ولازم نفهمها، وفي الغالب يعني الاتنين بتبقى ناقصة دي بس في الوزن، وتلاقي المعادلة كلها موزونة وزي الفل. خلاص اخر كلام بالنسبة لنا النهاردة ان شاء الله، يعني عاوز تعليقاتكم، عاوز كومنت، عايز تدعموا القناة عشان نتواصل بإذن الله بقدر الامكان ان شاء الله، علشان نطلع متأسسين ويبقى كويسين ان شاء الله، وتبقى مقدمة لعمل كورس جميل جدا هيفيد متخصصين بقى واللي ناويين يعني يبتكروا في الكيمياء ويدخلوا الكليات القمم اللي انا بسميها قمم الكليات السبعه، مش طب بس، لا سبعه كليات بتدرس الكيمياء وبالتفصيل. خلاص يبقى نبدا ان شاء الله معاكم باذن الله، ونتواصل ونشارك القناه وندعمها ونعمل كومنت كده حلو، ومش مهم تشكره في مستر كذا ولا طالب برضه يطلع يقول لي ولا انا فاهم ولا كلمه منك، عيب عيب الكلام ده انك تقول لاي مستر، مش مستر مصطفى رجب بس، عيب ما انتش فاهم حاجه خلاص اقلب الصفحه خلاص، يعني ما تخربش على زمايلك، يعني سيب اللي عاوز يفهم يفهم. ودي معلومه بقولها، وفي ناس فعلا بيردوا عليا ويقولوا يا مستر ما تاخدش بالك من كلام اي حد، انا بقولها مره واثنين وثلاثه واربعه، عايزين الادب التربيه قبل التعليم عشان نتواصل مع بعض. خلاص محدش جبرك يا ابني او يا بنتي انك تدخلي وتشوفي حاجه، شفنا فهمنا نتواصل، مفيش خلاص اقلب الصفحه، وده اسهل حاجه. لان عيب اي طالب يكلم مدرس، معلش هتقول للمدرس بيستفيد ولا ما يستفيدش، دي مش مصلحتك انت بتفهم، اهلا بيك وسهلا معاك، عايز نعيد لك مره واثنين وثلاثه واربعه هعيد لك، لكن كلام وحش بيتكتب ساعات، يعني كل 100,000 مشاهده كده الاقي طالب او طالبه مانيش فاهم منك حاجه يا مستر، طب انت كاتبها ليه؟ ما تبصش، ما تاثرش سلبي على زمايلك، هي دي المعلومه اللي المفروض فعلا تاخد بالك منها. يعني احترم المدرسين اللي بيشتغلوا معاك على اليوتيوب، سواء هم بيستفيدوا او ما بيستفيدوش، انت مالكش فيه وانت مالكش فيه، انت حاول افهمي. خلاص دي حاجات احنا بننشطكم فيها في الفترة اللي احنا فيها، سواء والله عندنا امتحانات لسه او بعد ما نخلص، وان شاء الله نشوفكم على خير. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.